في مدن الموصل أقامت كلية الفنون الجميلة معرضا فنيا لطلبة قسم التربية الفنية في جامعة الموصل، شمل فعاليات متنوعة منها العروض المسرحية التربوية ولوحات الخط العربي إضافة لرسومات الأشغال اليدوية. المنظمون أوضحوا أن الهدف من المعرض إعطاء فرصة للمواهب الفنية لعرض نشاطاتهم، وذلك لافتقار الموصل إلى الأماكن المخصصة لها بعد الدمار إبان الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، موجهين دعوة للمؤسسات الحكومية لمساندة الفنانين لإعادة إعمار المسارح في المحافظة. تم اليوم افتتاح المهرجان السنوي 15 لطلبة قسم التربية الفنية في كلية الفنون الجميلة جامعة الموصل. هذا المعرض أو هذا المهرجان الذي تنوع في أعماله ما بين الرسمي والمسرحي والأشغال اليدوية والتطبيقات الحرة، استعرض مجموعة من المحطات المهمة في واقعنا الحياتي. الهدف الأساسي من هكذا معارض وهكذا مهرجانات ولكي يكون بالحقيقة الفن له مساحته المؤثرة في الحياة المجتمعية، لابد أن يكون هناك مقومات معينة متوفرة، حيث يفتقد أغلب الفنانين في محافظة نينوى إلى عرض نشاطاتهم ونتاجاتهم، وذلك بسبب عدم وجود الجاليريات التي من الممكن أن يعني تكون أو تستوعب هذه النشاطات، إضافة إلى افتقادنا المسارح الحقيقية والواقعية التي لا بد أن تتوفر لكي يتم عرض النشاطات الفنية بشكل عام. هذه دعوة لكل المؤسسات والمعنية بهذا الجانب أن يتم مساندة الفن لكي تعود الموصل أبهى وأجمل من خلال الفن. نحن في كلية الفنون الجميلة لحد هذه اللحظة نشكو من قاعة بسيطة صغيرة حقيقة لا يمكن أن تعبر عن النواحي الجمالية التي تحملها بعض النصوص.